وصلنا لمحطتنا الحوارية الأخيرة مشاهدينا. أطلقت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية باللاذقية مشروع ستارت الذي يستهدف الشباب الجامعي والخريجين أصحاب الأفكار الإبداعية والمشاريع الناشئة بهدف تأهيلهم وتمكينهم من تنفيذ أفكارهم وتحويلهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق والتواجد في سوق العمل. لنضوي أكثر على هذا المشروع، اسمحوا لي مشاهدينا رحب بضيوفنا المهندسة ريم صالح، مهندسة زراعية. طبعا يسعد صباحك ريم. صباحك يا رب، اهلا وسهلا فيكي. ايضا اسمحوا لي مشاهدينا رحب بالمهندسه بديعه داوود، وهي مهندسه ميكانيك قوى ميكانيك وحاصله على ماجستير في هندسه الطاقات البديله والبيئه. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. بدايه خلونا نحكي عن المشروع اللي انتم قدمينه اليوم ضمن مشروع ستارت. تمام، انا قدمت على مشروع بخص تربيه النحل بعد منتجات النحل، عفوا من منتجات النحل. انا رح قوم باستخراج غبار طلع العكبر، سم النحل، الغذاء الملكي، وهدول المواد اعمل منها منتجات غذائيه ومنتجات علاجيه وقدمها تكون صحيه وقدمها للمجتمع. نعم. لكن قبل ما نحكي عن المشروع اللي حضرتك قدمتي، بس نضوي شوي على المشروع ستارت اللي اطلقته الجمعيه العلميه السوريه المعلوماتيه، شو الغايه منه؟ هو كان بيهدف لتدريب وتأهيل على مفاهيم ريادة الأعمال، وكان في مبادئ للإدارة والتسويق وكيف نضع خطة عمل لمشروعنا وبعدين ننفذه، وكمان كان فيه إطار قانوني ونمذجة ومحاكاة وإدارة مشاريع، وكمان تطرقنا لمقابلات مع قصص نجاح كانت من ضمن الحاضنة المعلومات، وأنه توصل صاحبه لمشروع كبير. طيب تعرفين على مشروعك؟ مشروعي هو سخان شمسي لاقد شمسي لتسخين الماء بالطاقة الشمسية، مصنوع كليا من مواد بلاستيكية. هلا هو كان في مقارنة بينه وبين لاقد نحاسي من المتواجدين، يعني قريب على المتواجد بالسوق، لأنه نحن عاملينه على لاقد مسطح شمسي، فكان وعملت مقارنة بينه وبين اللاقط التقليدي، طلع معي أنه أقل بالتكاليف، يعني التكاليف تقريبا للنصف، ومردود حراري كتير قريب من مردود اللاقط الشمسي النحاسي. نعم. يعني ريم اليوم قدمتوا أفكار لمشاريعكم، هاي هي الخطوة الأولى ضمن مشروع ستارت. خلينا نحكي عن الخطوة الثانية في حال تم قبول هيدي المشاريع. تمام، هلا نحن المشاريع اللي قدمناها رح تختار للجنة أخصائية مختصين بقضايا أكاديمية، طبعا هم مختصين أكاديميين ولهم علاقة بالقوانين والأنظمة اللي بتخص مشاريعنا. في حال تم احتضان المشاريع رح تقدم لنا الجمعية الدعم المكاني، أو رح تقدم دعم لوجستي أو استشارات قانونية، استشارات علمية، استشارات اقتصادية، بالإضافة لمعدات ممكن إذا نحن بحاجتنا مشروع، فهنهم بيقيموا على هذا الأساس وبيختاروا شو اللي ممكن إنه يقدموا لنا ورح يقدموا لنا بالجمعية. عدد المشاركين ضمن المرحلة الأولى كم شخص؟ كم مشروع؟ كان في عدة مشاريع، وهلا في مشاريع متكررة وفي مشاريع جديدة. هلا تقريبا كان في شيء 20 مشروع يمكن، يعني ما بقدر احصر العدد تماما، بس كلها مشاريع متميزة ومشاريع يعني اللي ما صايرة مشاريع لسه عندهم فكرة يعني، بس الفكرة كانت متميزة والمشاريع إبداعية كانت. إبداعية، هو هيدا الهدف، استقطاب هيدا الأفكار الإبداعية لإيجادها بسياطة بطريقة صحيحة. اليوم المرحلة الأولى، خلينا نحكي عن المرحلة الأولى، شو كان فيها تجهيزات، شو عملتوا بهيدي المرحلة لحتى تتأهلوا للمرحلة الثانية؟ تمام، بهي المرحلة كان في محاور عدة تناولناها. أول يوم صراحة بدأناه كان دردشة مثل ما وصفوا لنا إياها الدكاترة، تعرفنا على مشاريع بعض، أتاحت لنا فرصة إنه أصحاب المشاريع يشبكوا مع بعض في حال ما تم احتضانهم ضمن الحاضنة. أخذنا كثير محاور متنوعة صراحة، وأضافت وضوت على كثير نقاط كنا نحن بنجهلها بمشاريعنا. هلا أنا شخصياً محور كامل اللي هو النمذجة والمحاكاة أضاف لمشروعي، إنه نحن هلا ما قادرين ننطر لحتى نطرح منتجنا بالسوق ونشوف إذا الناس رح تستجيب لهذا المنتج أو لا، يا ترى رح ينجح أو لا، رح ينافس الموجود بالسوق، فعن طريق النمذجة والمحاكاة نحن قادرين نختصر هذا الوقت كلياته بمعادلات رياضية، بخطوط بيانية، ونحن نعرف شو ممكن نتنبأ بمشروعنا وين رح يكون بعدين. وصراحة هاي المحاور أثبتت جدارتها، يعني النمذجة والمحاكاة عم بتكون النتائج اللي عم تكون على الورق عم تكون كتير مطابقة للنتائج اللي عم نشوفها على أرض الواقع، عم توفر الوقت عليكم. تمام.
بديعه يعني. حتى يتم اختيار المشروع اكيد بده يكون في عندنا مجموعه من الشروط المتوفره بهيدا المشروع حتى يتم اختياره لاحتضانه من قبل الجمعيه العلميه السوريه المعلوماتيه. شو هي يعني الصفات او الاسس الموجوده بالمشروع حتى يتم هو بيكون في لجنه، اللجنه بتكون مؤلفه من اختصاصيين ومن دكاتره، وهالاختصاصين بيكونوا بريادة الأعمال والقانون. هلأ بيختاروا المشروع يلي هن بنظرهم شايفينه أنه هو قادر للتطبيق على أرض الواقع، يعني أنه هو قادر للاستمرارية وقادر للتطبيق على أرض الواقع. ومن ناحية التكلفة مثلا أو التكاليف أنه تكون معقولة ولا لا؟ الناحية المادية هلأ الناحية المادية ما بتعني كتير، ما كتير بتعني، بس هلأ هي أنه يكون بيعالج مشكلة مجتمعية موجودة يعني. هو هذا الهدف الأهم اليوم اللي هو يعني مشروع ستارت، هو البحث عن مشاريع ذات أهمية على أرض الواقع تكون بحاجة للناس ليستخدموها. مشروعك شو بيقدم؟ يعني أنت وقت قدمتي هذا المشروع شو الهدف اللي كنت حابة تقدميه من خلاله؟ صراحة هلأ كوني أنا بدرس هندسة زراعية طالبة سنة ثالثة، فعندي بحس بمسؤولية تجاه الطبيعة وتجاه البيئة، وخصوصا بمجال تربية النحل. هلأ التغيرات المناخية اللي عم تصير عم تخلي النحل يموت بأعداد كتير كبيرة بالصيف. نعم تفضلي. بالصيف وبالشتاء، فعم اعداد كثير كبيره من النحالين عم بيموتوا، فالنحالين حتى عم يتركوا هاي المهنه عم يتخلوا عنها. كنت عم نحكي عن اهتمامك بهيدا المشروع، خلينا نكمل الحديث بمحبتك للطبيعه والعوده إلى. تماما. والسبب الثاني اللي خلاني صراحه اختار هيك مشروع، انا لما تدربت على هاي مهنة تربية النحل صراحة المجتمع النحل تماما مجتمع مختلف، العلاقة بيناتهم خلتني بالعكس اني اتشجع اني بالعكس اني تدرب بهذا المجال وادخل فيه اكثر بكثير. فدورت انا انه نحن منتجات خلية النحل بتدخل بكثير من صحيح. من الأدوية من المواد الغذائية، لان احنا ما بننتجها بطريقة صحية تكون 100% من دون مواد حافظة من دون اي مدخلات، فقررت اني انا اعمل هذا تعملي يعني. تمام. بديعة كمان نفس الشيء، يعني اليوم شو الدراسة اللي كان الهدف منها لأرض الواقع انه انت تستفادي من هذا المشروع؟ هلا الهدف نحن كانت بالبدايه انه مصادر الطاقات صارت قليله، مصادر الوقود التقليديه صارت قليله، وزاد الاحتياج مثلا هلا بالشتاء في زياده احتياجات للماء الساخن بهدف سواء تدفئه او سواء للاستعمالات المنزليه المتنوعه، يعني في طلب كبير على الماء الساخن. فهيدي البدائل اليوم بدائل لانه كانت الكلفه تاعت السخانات الشمسيه المتواجده بالسوق المصنوعه من النحاس هي عائق بوجه اي حدا انه بسبب اسعارها ايضا الكلفه العاليه هي كانت العائق الاول. فنحن دورنا على بديل يعطي ماء ساخن بكلفة تقديرية خفيفة وبنفس الوقت حتى الوزن أقل معي، يعني هلا مثلا أنا فيني اللاقط اللي أنا صنعته مثلا بدل ما ينحط على السطح فينه ينحط كأنه لوحة، يعني مثلا على البلكون او على اي مكان ثاني يعني. يعني سهوله. هلا احنا بنعرف دائما كل شخص بيكون عنده مشروع، ذكرتوا حضرتكم انه بتوصلوا على ارض الواقع، دخلتوا على الجمعيه، بلشتوا تاخذوا هيدي المحاضرات التدريبيه، اختلف نوعا ما، ممكن يختلف شيء بالمشروع، ممكن تختلف الرؤيه بالامكانيات الموجوده انكم تعدلوا ضمن هيدا المشروع بشيء يتناسب ربما مع شيء انتم ما كنتوا دارسينه او مو عرفانين انه رح يكون نتيجته هيك او هيك؟ طبعا اكيد. هلا حاضنة قناه المعلومات والاتصالات هون دوره انه هي تدربنا بطريقه صح وتوصلنا مشروعنا بافضل طريقه ممكن انه يكون. تمام. يعني بديعه قد ايه عدد المشاريع اللي بيتم احتضانها من قبل الجمعيه العلميه السوريه المعلوماتيه؟ هلا هو على اساس في 9 مشاريع رح يتم احتضانها. 9 مشاريع. طيب وبالنسبه للمشاريع اللي ما رح يتم احتضانها هيدي شو بيكون وضعها؟ هلا هو دائما يعني ما رح يكون نهايه الطريق. هلا انا من قبل قدمت على ملتقى فرصة الاستثماري الريادي. هلأ نحن تأهلنا، كان مشروعي من ضمن 77 مشروع اللي تأهلوا للنهائيات، بس ما كان له النصيب انه ينجح يعني بهي الفرصة، فاتجهت لمكان ثاني. هلأ بحال انه مثلا ما تم احتضانه فهي ما نهاية، يعني فينه الواحد يتجه لانه يطور من مشروعه بحيث انه مثلا انا من قبلت بهالسنة في سبب انه شو السبب اللي انا من قبلت بدي ابحث عنه، لازم انا ابحث عنه وعدل فيه، يعني بحس انه مثلا انا السنه الجايه اذا بحال اني قدمت انه مثلا ما انرفض او في كثير شغلات ثانيه الواحد بيقدم عليها يعني
بالاخر بالعكس بيكونوا فتحوا باب عريض يعني اكيد. هلا هي ملتقى فرصه، انا هو اللي فتح لي الباب على الحاضنه، يعني انا ما كنت بعرف فيها، بس وقتها حضرنا محاضرات بالجمعيه وهن قالوا لنا انه تعالوا قدموا على الحاضنه انه كمان مثل الفرصه. هلا وكمان في شيء اسمه في ملتقى لعرض المشاريع بالجامعه لطلاب المشاريع التطبيقيه كمان بدعم من الهيئه العليا للبحث العلمي، كمان رح اشارك فيه بالشهر بنهايه الشهر 11 ان شاء الله. يلا اكيد بنتمنى لكم التوفيق دائما. يعني قد ايه بحاجه فعلا الشباب السوري اليوم لجهات داعمه وراعيه، وخاصه بظل الظروف ان كان من تامين المكان او الانترنت وغيره. اليوم الجمعيه السوريه المعلوماتيه هي دائما او العلميه المعلوماتيه دائما سباقه بهذا الموضوع. قد ايه هي قدمت لكم اليوم من اجواء ممكن تكون ريحت شوي يعني من خلال هيدي الظروف. يعني هلا هي قدمت لنا انه هلا غير انه الدعم، هلا هي بالبدايه يعني هلا الورشات اللي نحن حضرناهم هن كانوا عباره عن استشارات مجانيه. وهي بدنا نحكي عن الورشات اللي حضرتوهم قد ايه هن فعلا هن كانوا عباره عن ورشات، يعني كانوا نحن حضرنا استشارات مجانيه بنواحي كثيره علميه رياضيه قانونيه، كانت كلياتها يعني هي نحن استفدنا منها انه يعني بغض النظر اذا تم احتضان المشروع او لا. يعني نحن كان هذا هو الدعم اللي عم نحكي عليه اللي هو بحاجته اليوم الشباب لحتى يعرفوا افكارهم وين رايحه وكيف رح تتقدم. ريم يعني اكيد انتم التقيتوا ضمن الجمعيه العلميه السوريه للمعلومات الماديه اشخاص عندهم مشاريع، اشخاص ناجحين، اشخاص مثلكم عم يعدوا مشاريعهم، قد ايه ايضا هيدا الاجتماع بين بعض، قد ايه يعني اكسبكم خبرات، قد ايه اعطاكم تبادل بينكم انتم اصحاب المشاريع؟ مزبوط، صراحة هو من الفوائد اللي نحن اخذناها من هي الجمعية، التقينا مع اصحاب هدول المشاريع وصراحة كان في كثير مشاريع لشباب وافكار ريادية ابتكارية غير موجودة. وبالاضافة لهيك نحن استضفنا بالجمعية قصة نجاح للاستاذ معتز يلي هو مبرمج ورائد اعمال ناجح عنده موقع معتز، فاعطانا كمان الدافع اكثر انه نحن ندافع عن فكره المشروع ونحن نامن فيها ونشجع انه نحن نقوم فيها لهي المهمه. ايضا بديعه، ايضا قد استفدتي انت من الجمعيه ومن هالوجود الاصلي؟ استفدنا كثير انه اولا صرنا نعرف انه مثلا هن كيف بلشوا، كيف كانت بداياتهم، شو الخطوات اللي مشيوها، يعني مشان نحن نعرف كيف بدنا نبلش بمشروعنا يعني من الانطلاق لنقطه النهايه. يعني هن كان عم يخبرنا انه من الاول كيف قدام، كيف تم قبوله، وبعدين كيف كان الدعم، وهيك لحتى يعني صار عنده صاحب مشروع. يعني لارا وقتنا انتهى، وبدنا نتشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا اليوم، ريم صالح وهي مهندسه زراعيه مشاركه بمشروع ستارت، ايضا عندنا كانت المهندسه بديعه داوود وهي مهندسه قوى ميكانيكيه. بدي اتشكر وجودكم معنا واتمنى لكم التوفيق بقادم